السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة معانا أول حلقة في شرح منهج الماس Primary 2، الصف الثاني الابتدائي، Term 2، الترم الثاني. كل سنة وانتم طيبين، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده الكوفر بتاع كتاب الماس الترم الثاني، وهنا أول صفحة في الكتاب، وهنا النيم بنكتب الاسم بتاعنا. وطبعا المنهج بتاع الترم الثاني بيتكون من 60 lessons أو من 60 درس، من أول lesson 61 أو من الدرس رقم 61 حتى lesson 120 أو حتى الدرس رقم 120. ونبدأ مع بعض شرح lesson 61 أو الدرس رقم 61. وبيقول لنا هنا apply. apply يعني التطبيق، يعني طبق اللي احنا بنطلبه منك بشكل سليم. وال directions هنا بتقول لنا match. match يعني وصل. your bank notes. your bank notes الأوراق النقدية اللي معاك. to the bank notes pictured below لصور الأوراق النقدية اللي موجودة بالأسفل. then ثم بعد ذلك write the value of each bank note. write اكتب the value قيمة of each bank note كل عملة نقدية. فالمفروض يا أصحابي في الكلاس روم التيتشر بتاعنا هيدينا ورق مطبوع عليه صور للأوراق النقدية من أول الـ 1 pound أو من أول عملة الواحد جنيه حتى الـ 100 pound أو حتى عملة الـ 100 جنيه. الصور طبعا بتبقى متصورة وجه واحد وبتكون أبيض وأسود. المفروض هيديلكوا كل واحد منكم ورقة مطبوع عليها البنك نوتس دي، وبعدين هيديكوا فرصة تقصوها تبقى معاكوا كأنها أوراق نقدية حقيقية علشان نستخدمها في تعلم الدرس ده. فبعد ما يديلكوا الورقة دي اللي فيها العملات من الـ 1 pound حتى الـ 100 pound وانتوا تقصوها من الورقة وتخلوها في ايديكوا في شكل عملات نقدية، هنبتدي نفكر ونقول مع بعض لو انا معايا 1 pound في ايدي اقدر اشتري بي ايه. فمثلا لو انت معاك 1 pound في ايدك ممكن تشتري بي ايه؟ شاطرين كلكم، ممكن نشتري بيه مثلا شوكولات او شوكولاتة صغيرة، او مثلا جم لبان مثلا، او حتى لو في سناكس صغيرة ممكن نشتريها برضو بال 1 pound. طيب ال 5 pounds، لو انت معاك 5 pounds في ايدك وانا بقولك ممكن تشتري بيها ايه، هتشتري بيها ايه؟ شاطرين برضو، ممكن واحد يشتري بيها مثلا شوكولات او شوكولاتة مثلا حجم اكبر شوية، ممكن حد تاني يشتري بيها حاجة تانية. طب لو قلتلك معاك 10 pounds، 10 pounds او 10 جنيه ممكن تشتري بيها ايه؟ فكل واحد هيفكر البنك نوتس المختلفة اللي في ايده كل عملة نقدية منهم ممكن يشتري بيها ايه، وده بيبقى اسمه البرين ستورمينج او العصف الذهني. كل واحد فينا يفكر كده ويشارك رأيه مع الاخرين ممكن يعمل ايه بالبنك نوتس او بالعملات النقدية اللي ممكن تكون معاه. فهنا هنعمل ايه يا اصحابي؟ هنا هنكتب الفاليو او القيمة الخاصة بكل بنك نوت او الخاصة بكل عملة نقدية من العملات دي. فهنا هنكتب 100 pounds. 100 pounds او 100 جنيه. وهنا هنكتب 10 pounds. 10 pounds يعني 10 جنيه. وهنا هنكتب 50 pounds. 50 pounds او 50 جنيه. هنا هنكتب 5 pounds. 5 pounds او 5 جنيهات. هنا هنكتب 1 pound. 1 pound او 1 جنيه. وهنا هنكتب 20 pounds. 20 pounds او 20 جنيه. واخر حاجة دي اكبر عملة من العملات بتاعتنا، ودي 200 pounds. 200 pounds او 200 جنيه. وبكده نكون خلصنا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 2 او صفحة رقم 2، ولسه بنكمل مع بعض lesson 61
أو الدرس رقم 61، وهنا الماث جورنال. الماث جورنال أو كراس الرياضيات، فبيقول لنا هنا reflect. reflect يعني أعكس. on your learning، on your learning اللي انت تعلمته. what did you notice، ما الذي لاحظته. about the different banknotes، about عن the different banknotes العملات النقدية الورقية المختلفة. deduce the relation between the numbers on each banknote. deduce the relation between يعني حدد الروابط أو العلاقات بين the numbers الأرقام on each banknote على كل عملة ورقية and the goods والبضائع and services والخدمات each banknote كل عملة نقدية ورقية might purchase ممكن أن تشتريها. write or draw your thinking. write اكتب or draw أو ارسم your thinking التفكير بتاعك. فهنا بيقول لك حدد العلاقة بين الرقم المكتوب على كل عملة نقدية والحاجات اللي احنا ممكن نشتريها بيها سواء كانت بضائع يعني goods أو services أو خدمات. فمثلا احنا قلنا ان كل عملة نقدية ممكن نشتري بيها بعض الحاجات. لو العملة دي القيمة بتاعتها صغيرة الحاجات دي هتكون بسيطة سواء كانت goods بضائع أو services أو خدمات. لكن العملة كل ما كبرت قيمتها كل ما الحاجات اللي ممكن نشتريها بيها أو نعمل بيها purchase يعني نشتري يعني شراء بتكون أكبر. فمثلا العملة لما تكون مثلا 200 pounds أو 200 جنيه هنشتري بيها حاجات أكتر بكتير لما يكون معانا مثلا 5 pounds أو 5 جنيهات. فهنا مثلا هنرسم احنا فكرنا في ايه في الوقت ده ونرسم مثلا عملة ال 1 pound او ال 1 جنيه ونرسم جنبه الحاجة اللي احنا ممكن نشتريها بيه ونرسم كمان عملة تانية ال 5 pounds او ال 5 جنيه ممكن نشتري بيها ايه وهنرسم كمان ال 10 pounds او ال 10 جنيه ممكن نشتري بيها ايه وهكذا لحد ما نوصل لل 200 pounds او ال 200 جنيه ممكن نشتري بيها ايه. وبكده نكون عملنا drawing أو رسمنا our thinking التفكير بتاعنا ووضحنا العلاقة بين قيمة العملة النقدية أو الرقم المكتوب عليها والحاجات اللي احنا ممكن نشتريها بيها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج number 3 أو صفحة 3 ولسن 62 أو الدرس رقم 62 وعنوانه apply يعني التطبيق. وهنا بيقول لنا take turns being the banker خد دور موظف البنك. the banker موظف البنك chooses بيختار one bank note عملة ورقية واحدة عملة نقدية ورقية واحدة 20 pounds أو 20 جنيه 50 pounds أو 50 جنيه or 100 pounds أو ورقة بمية جنيه. Use your banknotes استخدم الأوراق النقدية اللي التيتشر بتاعك ادها لك وقلنا عليها من شوية اللي انت قصتها من الورقة to create لتكون that amount هذه القيمة. فانت مثلا واصحابك في الفصل هتتقسموا لجروبس كل جروب بيتكون من اتنين او اكتر واحد هياخد دور البانكر او موظف البنك والاثنين التانيين هيكونوا واقفين قدامه كأنهم clients أو كأنهم عملاء. فهو يقول لهم مثلا أنا عايز الأماونت بتاعت ال 20 pounds أو ال 20 جنيه. فكل واحد فينا هيستخدم البنك نوتس اللي معاه ويطلع له منها ال 20 pounds أو ال 20 جنيه وهكذا. وبعدين بيقول لنا هنا write اكتب the amount القيمة in the first blank في الفراغ الأول. Draw your answer ارسم إجابتك in the second blank في الفراغ الثاني. يبقى زي ما قلنا أنا هقف مثلا قدامك وهقولك أنا البانكر أو موظف البنك عايز ال 20 pounds. فهنعمل إيه؟ هنطلع له ال 20 pounds. فهنكتب هنا 20 pounds وهنرسم هنا الصورة بتاعت ال 20 pounds.
فمثلا في تاني مرة طلبت منك ال 50 pounds، فهنكتب هنا 50 pounds ونرسم هنا صورة ال 50 pounds. وفي تالت حاجة طلبت منك ال 100 pounds أو ال 100 جنيه، فأنت هتكتب هنا 100 pounds وهترسم هنا العملة الخاصة بال 100 pounds. وزي ما احنا قلنا من شوية ده هيكون take turns أو تبادل أدوار، فكل واحد فيكو هيقوم بدور البانكر أو موظف البنك مرة، يسأل الناس اللي معاه التانيين عن البنك نوتس المختلفة وهم يطلعوها قدامه ويوروها له، بحيث ان كل واحد فينا يكون عارف كل عملة نقدية شكلها ايه واسمها ايه كمان. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لبيج نمبر 4 او صفحة رقم 4 وعنوانها apply يعني التطبيق. وبيقول لنا هنا use استخدم your bank notes عملاتك النقدية to create لتنشئ each amount shown below. each amount كل قيمة، shown below موضحة بالأسفل. draw ارسم the combination of bank notes تجميع الأوراق النقدية. you used اللي انت استخدمتها to purchase لشراء each item كل عنصر. فهنا هنطلع برضو البنك نوتس او العملات النقدية المختلفة اللي معانا، وبعدين هنشوف كل item من الايتمز دي او كل عنصر من العناصر دي مكتوب جنبه البرايس او السعر بتاعه قد ايه. وبعدين هنستخدم البنك نوتس او العملات النقدية اللي معانا في ان احنا نعمل purchase او ان احنا نشتري الايتم ده او العنصر ده. وهنعمل هنا drawing او هنعمل هنا رسم، هنرسم الكومباينيشن او التجميعة بتاعت البنك نوتس او بتاعت العملات النقدية اللي احنا استخدمناها to purchase each item او لشراء كل عنصر من العناصر دي. فهنا مثلا اول حاجة set of box مجموعة من الكتب والقيمة بتاعتهم 28 pounds او 28 جنيه. فاحنا مثلا هنستخدم اي بنك نوتس علشان خاطر نشتري ال set of box دي يا اصحابي. شاطرين، اول حاجة one bank note قيمتها 20 pounds او 20 جنيه، وكمان جنبها ورقة تانية او one bank note تانية قيمتها 5 pounds او 5 جنيه، وكمان في ثلاث ورقات كل ورقة منهم ب 1 pound او ب 1 جنيه. يبقى هنا احنا رسمنا الكومباينيشن او التجميع بتاعت البنك نوتس او بتاعت العملات النقدية اللي احنا اشترينا بيها الايتم ده او اللي احنا عملنا بيها بيرشيست للايتم ده زي ما قلنا من شوية. طب تاني ايتم الفوتبول او كرة القدم، وقيمتها 206 pounds او 206 جنيه. فهنستخدم هنا طبعا البنك نوتس المختلفة دي، استخدم مثلا ورقتين كل ورقة ب 100 pounds او ب 100 جنيه، وهنستخدم كمان ورقة ب 5 pounds او ب 5 جنيه، وهنستخدم كمان ورقة ب 1 pound او ب 1 جنيه. طب هنا التوي تراك او العربية اللعبة، هنا قيمتها 149 pounds او 149 جنيه. فنستخدم البنك نوت اللي قيمتها 100 pounds او 100 جنيه، وهنستخدم كمان 2 bank notes كل واحدة منهم قيمتها 20 pounds او 20 جنيه، وهنستخدم كمان ورقة قيمتها 5 pounds او 5 جنيه، وهنستخدم كمان 4 bank notes او 4 عملات ورقية كل ورقة منهم ب 1 pound او ب 1 جنيه. دي برضو combination وممكن انت تعدل فيها، ممكن تستخدم بنك نوتس تانية مثلا، بدل ما ترسم ورقة واحدة ب 100 pound ممكن ترسم ورقتين كل ورقة منهم ب 50 pounds او ب 50 جنيه وهكذا. ممكن تعدل في الكومباينيشن او في التجميع بتاعة البنك نوتس المختلفة، المهم ان انت تكون القيمة او المبلغ المكتوب ده بشكل سليم. طب في الايتم الرابع او في العنصر الرابع فيديو جيم او العاب الفيديو 427 pounds او 427 جنيه. فهنرسم هنا اربع ورقات
كل بنك نوت منهم قيمتها 100 pounds، ونرسم كمان ورقة واحدة أو one bank note قيمتها 20 pounds أو 20 جنيه، ونرسم one bank note أو ورقة واحدة قيمتها 5 pounds أو 5 جنيه، وهنرسم كمان two bank notes كل واحدة منهم قيمتها 1 pound أو 1 جنيه. plush toy، plush يعني قطيفة، يعني الحاجة القماشها ناعم قوي بنقول عليها plush، ف plush toy يعني لعبة من القطيفة، ودي قيمتها 39 pounds، 39 pounds أو 39 جنيه. فنرسم هنا مثلا 3 bank notes أو 3 عملات ورقية كل واحدة منهم ب 10 pounds أو ب 10 جنيه، وعملة ورقية واحدة بقيمة 5 pounds أو ب 5 جنيه، وهنرسم كمان 4 bank notes أو 4 عملات ورقية كل واحدة منهم قيمتها 1 pound أو 1 جنيه. وآخر item معانا هنا البورد جيم، البورد جيم أو الألعاب اللوحية، لعبة لوحية بتبقى مفروضة قدامنا، ممكن نكون بنلعب عليها مثلا بالزهر أو بغيره، ودي قيمتها 126 pounds، 126 pounds، 126 جنيه. فهنرسم هنا 100 pounds أو عملة ب100 جنيه، وهنرسم كمان بنك نوت قيمتها 20 pounds أو 20 جنيه، وهنرسم هنا كمان بنك نوت أو ورقة نقدية قيمتها 5 pounds أو 5 جنيه، وهنرسم كمان 1 بنك نوت أو ورقة نقدية قيمتها 1 pound، 1 pound أو 1 جنيه. وكده نكون عرفنا إزاي نعمل كومبايننج أو تجميع للبنك نوتس المختلفة علشان نكون amounts of money أو مبالغ من المال لما نيجي نعمل purchase أو نشتري أي item إحنا عايزينه، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج number 5 أو صفحة رقم 5، ولسه بنكمل مع بعض lesson 63 أو الدرس 63 والماث journal، الماث journal أو كراس الرياضيات. فبيقول لنا هنا reflect on your learning أو بناء على اللي انت اتعلمته، يعني draw، ارسم، or write أو اكتب، to explain، to explain لتوضح، the importance، the importance أهمية، of knowing، of knowing معرفة، how كيف، to decompose، to decompose ان انت تحلل، أهمية ان انت تحلل، decompose يعني تحلل، تقسم حاجة معينة، numbers، numbers الأرقام، as you learn، as you learn كما تعلمت، about money، about money عن المال. احنا تعلمنا من شوية ازاي بنشوف كل item سعره قد ايه، وبعدين بنشوف السعر ده ممكن نعمله decompose او نحلله لكميات معينة من الفلوس، لما نجمعها مع بعض تكون البرايس او السعر الخاص بالايتم ده. فهنا بيقول لنا وضح اهمية ان انت تعمل decompose او ان انت تحلل، تقسم يعني اي رقم كبير او اي عدد كبير لارقام صغيرة اصغر منه، لما تتجمع مع بعض تكون الرقم الكبير ده، وبيقول لنا وضح اهمية ده ويرسمه في الجزء ده. فطبعا احنا ممكن نوضح ده عن طريق ايه يا اصحابي؟ عايزكم تفكروا شوية علشان نقدر نرسم رسم مناسب ونوضح بيه اهمية ان احنا تعلمنا ازاي نعمل decompose للnumbers زي ما تعلمنا about money او عن المال. ممكن نرسم هنا ايه يا اصحابي؟ ممكن نرسم مثلا، هو بيقول لنا هنا draw or write، نرسم او نكتب. فاحنا هنا ممكن نرسم عملة نقدية كبيرة زي ال 200 pounds او ال 200 جنيه، ونحاول نعمل لها decompose او تحليل لعملات اصغر منها او لمبالغ اصغر منها، بحيث ان احنا لما نجمع العملات دي تكون لنا ال 200 pounds او ال 200 جنيه اللي احنا قلنا عليها. وده هيوضح قد ايه اهمية ان احنا نعمل decomposing للنمبرز او تحليل للارقام، وده طبعا زي ما احنا تعلمنا about money او عن المال. فانتوا هنا مطلوب منكم يا اصحابي ان انتوا ممكن ترسموا عملة نقدية معينة وتقسموها لعملات اقل منها، بحيث ان احنا نوضح اهمية ان احنا فهمنا ازاي نقدر نحلل او نقسم الارقام الكبيرة لارقام اصغر منها او اقل منها،
في الآخر الأرقام دي لو جمعناها مع بعض هتدينا الرقم الكبير اللي احنا عملناه له decomposing أو تحليل أو تقسيم يعني. وبكده نكون انهينا البيج دي، واستنونا الحلقات الجاية هنحل مع بعض بقية الدروس الخاصة بكتاب الماس من الكتاب المدرسي، نحل كل درس مع بعض ان شاء الله. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة، لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.